نكمل كلامنا كابتن ماهر. والحقيقه يمكن جمهور النادي الاهلي عينه على افريقيا بشكل كبير، والبطوله بعيده عنا بقى لها فتره. عندنا مقدمات السنه دي تقول انه ان شاء الله الاهلي جاهز، يعني او انه على اقل تقدير الاهلي قريب وبيتمتع بحظوظ وفرص طيبه قبل نهاية أفريقيا. من وجهة نظر حضرتك الفترة اللي جاية عندنا تقريبا شهر أو أقل من شهر، حاجة بسيطة جدا على مباراة الذهاب، إزاي ممكن الفرقة تتحرك وإزاي مستر فايلر ممكن يستفيد بهذه الفترة بأفضل شكل ممكن؟ هو الحمد لله رب العالمين. طبعا يا احمد التأجيل كان في صالحنا، تأجيل الميعاد احنا كنا هنلعب 25 بتهيألي اكتوبر، خدنا يعني حوالي 20 يوم تقريبا تأجيل. التأجيل ده فرق معانا بشكل كبير جدا، يعني يدي لك مساحة. اكيد مستر فايلر في بس اداهم برضو نفس المساحه كابتن مان، نفس الكلام يعني هم يمكن يستفيدوا بالتاجيل اكتر مننا. احنا بس كمان يمكن محتاجين، يعني من ضمن الحاجات اللي بيبدا يجهزها مستر فايلر انك انت محتاج عود بعض النجوم المصابه يا احمد، اللي هم المؤثرين بشكل كبير، اللي عندهم الخبرات في المباريات الافريقيه والمباريات الدوليه اللي بالشكل ده. طبعا كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه الحمد لله رب العالمين، كل لعيبه النادي الاهلي في هذه المرحله مستعدين لمباراة الوداد. الجهاز الفني مستر فايلر شاف بعض الشرايط لمستر الدوري المغربي للوداد. مستر فايلر اكيد من ناحيه الخطه يا احمد والاستراتيجيه اللي هو عايز يلعب بيها المباراه عنده فرصه وعنده وقت بشكل كبير جدا. الخطه والاستراتيجيه ديت منها بعض الحاجات اللي احنا مقصره معانا، مثلا هنقول مثلا زي خط الظهر، بعض المشاكل اللي موجوده في خط الظهر. أيوه. بالنسبه للمدافعين احنا عندنا غيابات بالجمله كابتن ماهر في خط الظهر بالظبط، عندنا غيابات رقم واحد. ايوه ثم سعد ومتولي اخطاء اللي بتقع في بعض المباريات وده وارد بشكل كبير. بردك بالنسبه لمستر فايلر عنده من الحلول اللي يقدر يصلح هذه الاخطاء. يعني في حاجات كده احنا متعودين عليها في النادي الاهلي من ايام مستر ريدوكوتي، اليوم الكامل انك انت لعيبتك بتبقى موجوده معاك في حضنك في النادي طول اليوم من الساعه 7 صباحا للساعه 7 مساء. منها بعض الحاجات اللي الصبح اللي بتقدر انت من خلال الجهاز الفني انه يعالج بعض الاخطاء اللي ظهرت في الاسابيع الماضيه. قبل كده احمد ما كانش عنده وقت يصلحها لان كل 3 ايام مباراه، لود كبير جدا وجهد كبير جدا على اللعيبه، فصعب جدا انك انت تقدر تصلح الاخطاء دي.